بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هناخد المحاضرة 15 من محاضرات الجافا سكريبت، وفيها هنتكلم عن إضافة الدوال للدالة البناء اللي هي الكونستراكتور فانكشن اللي احنا بدأناها المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت يا جماعة خدنا ازاي نعمل اوبجكت من خلال دالة بناء، عملنا دالة اللي هي فانكشن وسميناها فون، وحطينا فيها الخواص اللي هي الميك والموديل والوارنتي والقرار، تمام كده. وبعد كده استخدمنا كلمة زيست عشان تتلقى الخواص بتاعت الاوبجكت دوت. طبعا احنا عملنا شوية متغيرات عشان اللغة العربية والكلام ده كله. وبعد كده اعلنا عن اوبجكت جديد اسمه ماي فون، هياخد او يهيب نفسه من دالة البناء اللي هي دي الفون بعد ما دخلنا البارامترات اللي احنا عاوزينها بطريقة صحيحة. وبعد كده رحنا عملنا طباعة للماي فون وطباعة لخواص الماي فون على الجوجل كروم. تعال نشوفها كده، جوجل كروم، تمام. لو ضغطنا في 12 كانت النتيجة بتظهر ان انا عندي اوبجكت اتبنى من الدلافون اللي هو دوت، وفي الخواص الاتية الكالر فضي والميك سامسونج والموديل جي 7 والوارنتي 12، وده من نوع اوبجكت، تمام كده. وكان اللون اللي احنا ده طبعا مظبطينه، كان هو كان لون ايه فضي اللي هو دوت، تمام، اللي هي اللي احنا طبعناها في الاخر ديت اللي هي الويندو دوت كونسول دوت لوج دوت ماي فون دوت ايه دوت كلر. طيب عاوزين نضيف لداله البناء بتاعتنا ديت، عاوزين نضيف لها داله. يعني دلوقتي اي اوبجكت بيتعمل في الدنيا اللي هو الفون دوت بيبقى ليه الخواص، دي مجموعه الخواص اللي احنا دخلناها اهي، وعاوزين كمان يبقى ليه حاجه اسمها الميثودز او الطرق، تمام كده. طيب عشان نبني ميثود او طريقه برضو بنستخدم داله، بنستخدم كلمه زيس بهذا الشكل زيس، تمام كده. ونضغط نقطة وبعد كده نحط اسم الدالة الجديدة، وليكن مثلا اكستند تمام كده، اكستند مثلا وارنتي تمام. ودي هتساوي فانكشن بهذا الشكل، وهنمرر لها متغير رقمي وليكن اكس، تمام كده. وبعد كده هنفتح قوسين كيرلي براكتس بهذا الشكل. يبقى احنا دلوقتي قلنا له ان في داله جديده هتتعمل اللي اسمها الاكستند وارنتي، وهنمرر لها متغير من يعني متغير اكس، تمام كده، اللي هو يعتبر يعني متغير رقمي بعد كده. طيب بعدين دلوقتي هنشاور على الخاصيه اللي هي المفروض الداله دي تشتغل عليها، وليكن زيس دوت وارنتي، تمام. عاوزين الوارنتي ده يزيد بمقدار الاكس دوت، يبقى هنقوله بلس يساوي اكس. دي معناها ان الوارنتي هيساوي الوارنتي بلس ايه بلس اكس، تمام كده. طيب دي الداله اللي احنا عملناها. تعالى كده نجرب استخدام الداله ديت، وعشان نجرب استخدام الداله ديت هنروح على الكونسول تحت هنا وهنقول له ان الماي فون، ماي فون، تمام كده، دوت. هتلاحظ ان اهو الداله بتاعتك بدات تظهر اهي، اللي هي الميثود بتاعتك اكستند اكستند وارنتي، ودي الخواص اللي احنا عملناها قبل كده اهو، تمام. يبقى نختار اكستند وارنتي، ويقول لك دخل الكميه بتاعتك، هي عباره عن نمبر ماشي، ولكن ايه 12 بهذا ايه بهذا الشكل، ونحط فاصلة ايه. تعالى نطبع مره ثانيه الماي فون اللي هو الاوبجكت اللي اسمه ماي فون. تمام، كنترول اس مره تانيه، نرجع على الجوجل كروم نعمل ريفرش. هنبص يا جماعه، في البدايه كان الورنتي عندك هنا كان بكام؟ ب 12. لما استخدمنا الداله زودناه كمان ب 12، بقى بكام؟ ب 24، تمام كده. كده الليست بتاعتك شغاله صح، وكده الداله بتاعتك ما شغاله ايه؟ شغاله بشكل ايه؟ صحيح. طيب لو انا جيت مثلا وقلت له ان انا عاوز ازود خاصيه تانية هنا في الخواص ديت، وليكن خاصيه الكونديشن، لو انا جيت هنا مثلا قلت له خلي الماي فون، ماي فون، تمام كده، دوت كونديشن، دوت كونديشن اللي هي تعتبر خاصيه جديده دلوقتي بالنسبه لي، تساوي مثلا جديد، تمام، وعملت ايه فاصله من نقطه، تمام. لو انا جيت بعد كده طبعت الاوبجكت نفسه اللي هو الماي فون، هنشوف اللي هيحصل. كنترول سي وانا كنترول في مره ثانيه وكنترول واس، وتعالى نخش على الكروم. دلوقتي انا ضفت ايه خاصيه جديده،
تعال نبص كده، هنلاحظ ان الفون طالع فيه سامسونج وطالع فيه جي 7 وطالع فيه الوارنتي تمام كده، وطالع فيه الكالر اللي هو فضي، وطالع فيه الداله اللي انا عملتها، لكن مش طالب فيه كونديشن. طب لو انا جيت طبعت الخاصيه اللي انا حطيتها جديده دي، لو جيت قلت له كده كونسول هناخد ديت نفس زي ما هي، كنترول سي كنترول في تمام كده، وقلت له اطبع لي خاصيه الكونديشن ديت اللي انت لسه ضايفها، هتلاقيها موجوده في الاوبجكت ده لكن مش موجوده في الداله ايه، في الداله البناء. كنترول اس كده، تعالى نعمل ريفرش، يبقى هي ادي كم جديد ظهر لي، هي كده اصبحت تبع الاوبجكت لكن مش تبع الداله البناء. طب لو انا عاوز اخلي الخاصيه تبقى تبع الداله البناء وتبقى واخده قيمه افتراضيه، هعمل ايه؟ بيطلع هنا مفهوم جديد اسمه مفهوم حاجه اسمها البروتو تايب، حاجه اسمها ايه البروتو تايب. البروتو تايب دوت ان هو انا بعرف بيه خاصيه للداله البناء، والخاصيه دي هتتضاف مع الخواص اللي موجوده وهتاخد قيمه افتراضيه. هنعملها ازاي؟ هنيجي في الدريم ويفر او هنا تمام كده، هنيجي في الدريم ويفر وهنكتب فون اللي هي اسم الداله البناء بتاعتنا، فون دوت بروتو بروتو طيب، هذا الثلاث بروتو طيب تمام كده دوت كونديشن كونديشن، دي خاصيه، الخاصيه الجديده بتاعتنا احنا هتساوي قيمه جديده، هتساوي قيمه ايه جديده، وليكن جديد، وليكن بشكل هنا. يبقى دلوقتي لو انا جيت وعملت اوبجكت من الداله البناء اللي هي الفون ديت تمام كده، هتلاقي الخاصيه بتاعت الجديد دي نزلت جواها. طيب تعالى نعمل اوبجكت جديد var وليكن بالشكل دوت my brother phone بهذا الشكل تمام كده، هتساوي new تمام phone، واحط فيها ايه الخاص اللي انا عاوزها. طبعا انا هرص التعريف ده كله على بعضيه حتى بدون ما احط الكونديشن مش مشكله، كنترول سي كنترول في عشان بس استخدم المتغير اللي انا استخدمتها. يبقى كده اقول له عرف لي متغير اوبجكت جديد من النوع فون تمام كده، حتى لو انا مش كاتب له كلمه الكونديشن، وشوف هيحط لك الكونديشن ازاي بتاعته. تعالى نتبع الماي براذر فون، هنكتب كلمه ويندو ويندو تمام دوت كونسول كونسول دوت لوج لوج تمام كده ماي براذر فون ماي براذر فون اللي هي دي، وتعالى نشوفها هيشوفها ازاي على متصفح عشان نجيب كونسول. هنبص نلاقي الاوبجكت بتاعنا اللي هو الماي براذر فون اهو ظاهر اهو تمام، هتلاقي الكلر بتاعه فضي، وهتلاقي الداله بتاعت الاكستند وارنتي موجوده، هتلاقي الميك موجود، هتلاقي الموديل موجود، هتلاقي الوارنتي موجوده، لكن الكونديشن مش موجود. لكن في حاجه اسمها البروتو تحت اهي كده، لو فتحتها هنا هبص لها الخاصيه الجديده اللي هي الكونديشن الموجوده اللي هي ايه جديد. تعالى لو انا دخلت جوه دريم ويفر هنا وقلت له اطبع لي ماي براذر فون دوت كونديشن، واو كان في غلطه بس هنا في الحرف تمام كده. تعالى نشوف تاني على الكروم فريش، اه طلعت ايه طلعت جديد صح كده، بس انا غلطت فينا في حرف ايه في السبيلنج وانا شغال وده وارد انت بتكتب كود تمام كده يا جماعه تمام. يبقى بص كده اللي حصل ايه، اللي حصل كالاتي، ان انا قلت له في خاصيه هتضيفها جديده اسمها خاصيه الكونديشن عن طريق استخدام كلمه البروتوتايب اللي هي جديد، وعرفت اوبجكت جديد سميته ماي براذر فون، وبالتعريف العادي خالص اللي هو عن طريق الجمل ديت جمله الفون مع الدوال العاديه. وبعد كده رحت طبعت انا خاصيه الكونديشن، لما انا جيت طبعت الاوبجكت نفسه لقيت اصلا الخاصيه اللي هي اضافت ديت الكونديشن ديت اضافت جوه البروتوتايب، ما اضافتش مع الخواص اللي هي كانت موجوده اساسا دي تمام كده، لكن اضافت جوه البروتوتايب بس هي موجوده ممكن تستخدمها. يبقى كده لما طبعت انا الخاصيه جعلت لك قيمه ايه الخاصيه بالقيمه الافتراضيه اللي انت ايه حاططها هنا. طب لو انا غيرت لك القيمه الافتراضيه كنت تقول له مثلا مستعمل استعمل مستعمل ضغط كنترول اس، رحت شفتها على جوجل كروم،
هتلاحظ ان الخاصيه اصبحت دلوقتي مستعمل بالشكل اللي انت شايفه. ولو فتحت الفون وفتحت البروتوتايب هتلاقي ان الخاصيه عندك في البروتوتايب الكونديشن ديت اصلا ايه مستعمل دلوقتي. ده مفهوم اضافه الدوال تمام كده للاوبجكت. كده ضفنا داله اللي فوق اهو اللي هي داله الاكستند وارنتي، وكمان مفهوم البروتوتايب وازاي اضيف بيه خواص جديده للاوبجكت نفسه حتى لو الخواص ديت انا مش مدخلها في التعريف بتاع مين؟ بتاع الداله البناءه. بكده نكون خلصنا الحلقه دي. انا عارف هي معقده شويه بس هي مفهومه كده. نكون خلصنا المحاضره 15 من محاضرات الجافا سكريبت، وان شاء الله هنلتقي في محاضره جديده. اذا عجبك الفيديو ليه تعمل لي كومنت لايك شير ليه لزمانك عشان يستفادوا، واذا عجبتك القناه تعمل لي سبسكرايب داخل القناه واكون ليك من الشاكرين علشان نوصل ل 10000 مشترك. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى زويدي لعلوم الحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.